والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، بداية سيسم جمعية المدرات الثلاث، نرحب بضيوفنا الكرام، نشكرهم على تلبية دعوة الجمعية من أجل حضور حفل افتتاح ملعب القرب المنجز من طرف جمعية المدرات الثلاث بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة بني شكر، وكذلك مندوبية الشباب والرياضة بالنظور. إذا ذم زوارو باش نطول شاق الحضور الكريم، يعني نظرا لضيق الوقت ونظرا للتأخير الخارج عن إرادة الجمعية. تفتتح هذه الحفلة المتواضعة بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلو: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أسقط الغنطار قمت السؤدة وحما بدمها وقتل الوراء لإخوتي هيا للعدى سعيا أرشد الدنيا كرة القدم. إذا سنمر مباشرة إلى كلمة افتتاحية لرئيس جمعية المدرات الثلاث السيد دكتور عبد المجيد مومن، كلمة ترحيبية بالمناسبة، فليتفضل مشكورا دكتور عبد المجيد مومن. أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل المساهمين في إنجاز هذا المشروع، ونخص بالذكر السيد رئيس قسم الأعمال الاجتماعية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكل الفريق الذي يعمل معه، وعلى رأسهم السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم النظور. كما نشكر السيد رئيس جماعة بني شيكر، ونشكر كذلك بالنيابة السادة المستشارون مستشاري جماعة بني شيكر وكل الموظفين والمهندسين والتقنيين الذين يعملون معهم في هذه الجماعة لما قدموا به من مجهودات جبارة لإنجاح هذا المشروع الهام في المنطقة. كما نشكر السيد المدير الإقليمي أو الممثل عن المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، حيث أهدى لنا هذا القطعة الأرضية بحوالي 2000 متر. لولا هذه القطعة لما أنجزنا هذا المشروع. أشكره بما كذلك موقع ريف ذيا الذي دائما هو في خدمة المنطقة وخدمة جماعة بني شيكر وإقليم الناظور كذلك كاملا. ونشكر كذلك الجمعيات والمجتمع المدني الذين حاضروا معنا، ولن ننسى الذين أتوا كذلك من خارج جماعة بني شيكر ليحضروا معنا في هذا الحفل. فرانسيسكو فالينتي وهو مدرب وثاق الزنغان سابقا، وكذلك إطار للجامعة لكرة القدم لمريتش، تمني ذو الحضور الكريم أنه خسفق المرة في حضور النص، ونقول له بيانفينيدوس أسوسياسيون تابو دي تريس فورتاس، بيانفينيدوس فرانسيسكو فالينتي، شكرا لحضور النص، تشكري فالتاس خاتم دعوة. الخونة نكار الحضور الكريم السي عبد الواحد أوراغ ممثل مجلس الإقليم، وكذلك السي عبد الله مجاهد ممثل المياه والغابات فرانسيسكو فالينتي، بالإضافة إلى رئيس الجمعية أركان تفضلن من أجل قص شريط تدشين هذا الملعب، فليتفضلوا إلى الملعب من أجل قص شريط تدشين بقص نظيفك داكور أكيد تفضلن باش قصن شريط تدشين. رئيس جمعية المدرات الثلاث السي عبد الله المجاهد ممثل مندوبية الشباب الرياضة، وكذا رئيس اجمع بين فريقين من شباب المدرات الثلاث، هل يتفضلوا مشكورين. Thank you.
لمباراة رمزية تعطي انطلاقتها الوحدة الحاضر معنا وعلى رأسه ممثل مندوبية الشباب والرياضة وممثل المجلس الإقليمي وكذا ممثل جماعة بني شيكل ورئيس جمعية المدرسة وكل الفعاليات الجمعية القادرة معنا في هذا. أنتم من أجلسكم على المشروع بفضلكم إذن بسم الله الرحمن الرحيم ميت مدي سما زوان في يمني مات جام سلامنا ربي خاوم نطحب زيو مع روبورتاج راين نهار سي منطقه توريرت راس ورك جماعه بني شيكر بالمناسبه لافتتاح ملعب القرب يخشرف جمعيه المدرات الثلاث. كاين غداني حتى الاستاذ بغداد اقوضاض نتاض عضو ديال الجمعيه المشرفه خل المشروع ونيتا. سي بغداد مرحبا بك. مرحبا ناس حسين. سي بغداد واش نخ شويه المعلومات دخل الملعب ونيتا مرمي ليست بذام يعني المشروع ونيتا مش توصل الفكرة أنه تقام مشروع عونيتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة تمزوات هو افتقار المنطقة لأي مجال للرياضة فجاءت الفكرة أن نطلبوا من المياه والغابات من دبي السامية المياه والغابات قطعة أرضية اللي كانت موجودة وما فيهاش يعني غير مغروسة. فمن منذ 2012 تقريبا 2013 بدينا المشروع درنا الطلب المياه والغابات من دبي السامية المياه والغابات وتقريبا سنتين ديال الإجراءات والحمد لله حصلنا على البقعة الأرضية حوالي 2000 متر ثم انتقلنا إلى التفتيش أو التمويل أي التمويل فقدمنا المشروع ديالنا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فوافقوا عليها وتم تمويل المشروع بحوالي 200 ألف درهم 20 مليون سنتيم والجماعة شاركت حتى هي بحوالي 80 ألف درهم والجمعية دارت الباقي. المشروع تنقم علينا تقريبا ب 370 ألف درهم يعني 37 مليون سنتيم وباقي الشطر الثاني إن شاء الله نكمله إن شاء الله. سي بغداد مرمي بذن ذي الأشغال المشروع مرمي ذي استكمر بداية الأشغال كانت 1 شهر 9 2016 نهار 1 شهر 9 2016 وانتهى تقريبا حوالي مدة 4 أشهر ديال الأشغال ومن ثم الحمد لله الشباب بقى استفاد الزايس الحمد لله الشباب بقى استفاد الزايس الحمد لله نشين صدور نغ نتشكرك نوطس خم جهود دي تقم دي جمعية ميدرة الثلاث يشرف نخ مجموعة من المشاريع يعود نس النفع خل من تاقي ثانيتا معنا المشاريع إن شاء الله المستقبلية يتمنى جمعية ميدرة الثلاث أثنتك إن شاء الله مرحبا إن شاء الله. إضافة إلى الشطر الثاني من هذا المشروع للسياج وتغطية هذا الجزء المتبقي بالعشب الاصطناعي وإضافة إلى هذا يعني الشطر الثاني من المشروع هناك مشروع مهم هو اقتناء حافلة أو مينيبيس للطلبة للتلاميذ للإعدادي والثانوي عندنا النقل المدرسي خاص بالفتيات ولكن هذا العام أصبح عندنا اكتظاظ لا يطاق نظرا لأن نسبة التلاميذ ترتفع من سنة لأخرى خاصة التلميذات يعني ما كينقطعوش حاربنا بالمعنى الكلمة الهدر المدرسي لنسبة الفتيات. إذن نشين ما علينا إلا أنه هذا هو تار التوفيق ذي الجمعية نوم نتمنى يوم التوفيق وإن شاء الله مسار حافل من بالمبادرات والنجاحات إن شاء الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بارك الله فيك سي حسين. نشكري الشاسم بدورنا نشكر الموقع رفذية الذي كان منذ البداية إنشاء الجمعية يصاحبنا في نقل يعني ينقل أخبارنا أخبار الجمعية وأمنيات الجمعية ومشاريعها إن شاء الله. شكرا موصول لكم أيضا. إذا أردني تنتقذ غون قارو أن الروبورتاج وين تنتي شو معيد غا الروبورتاج آخر إن شاء الله زي السردينيت جيك نيو ديرا من درهنا أثقاذهم سوى التصم.